يو بقى يا نهى، حلو مشاكلكم بعيد عني، مش كل حاجه تقولولي. ماله رامي؟ ايه اتقبض عليه ليه؟ بيشم؟ طيب ابعتي له جلال يشوف المصيبه دي. باي. ايه كم المشاكل دي؟ انا مش مصدقه. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيره نفتكر ايه؟ ايه شي ها علي عوض. مين علي عوض ده؟ حبيبي انا مش مركزه من كتر التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عمي دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ ما فيهاش حاجه حبيبتي، انا عايز احللك المشكله. لا فيها، فيها انك ما رضيتش تلمح لي ان هو نصاب وقبل منك فلوس، مش عايز تحرجني. ملك ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده انا لسه قافله معاه. قافله معاه؟ ده انت ما بتستحمليش تعيشي من غيرها. طب ويا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيجار من امتى؟ انا بحب اي حاجة انت بتحبها وبس. يعني قالت لي انها بتحبك زي اخوها، عشان كده حكيت لك على موضوع الليسي. الو، نحن هنا. اللي واخد عقلك انت؟ فيكي ايه متغير؟ فيكي حاجه مش مظبوطه. مفيش حاجة متغيرة فيها يا حبيبي، أنا زي ما أنا. لا ما انتيش زي ما انت. ليه؟ أنا هي مريم اللي أنت تعرفها. لا، ملاك اللي هي تعرفها. أنت تعرفها. بالظبط. أنت مريم. أنت مش ملاك. انتي مش ملاك. انا مش ملاك، انا مريم. وما رحتيش بيروت؟ انتي بتتكلمي؟ انا بتكلم. عارف من امتى؟ ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. الذي بيديكم صالحات، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى: فجأة سمعت صوتي.
لاني ما همش حد. خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ قتلتها عشان ما تستاهلكش. واحده نصابه ومجرمه صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ رندي عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجي لك ويقولك ان انا سافرت، بس انا في الحقيقه رحت لها فرنسا واتفاجئت بيا هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقه عايزه اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا، زقتني، زقتها، وقعت في المية وانا عارفة انه ملهاش في الهم. قعدت تستنجد بيا وتقولي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها قعدت اتفرج عليها لغاية ما غرقت. رجعت الاوضيل وخدت حاجتها، قصيت شعري زيها، عملت كل حاجة هي بتعملها، حتى التاتو عملته، البرفان بتاعها، كل حاجة. ورحت رنا المستشفى. ما شكتش الحزن ان انا امها. ريحتي كانت ريحة امها، هدومي، طريقة كلامي، كل حاجة كانت هي. وخدتها وخدت باسبور ملك ورجعت هنا. ورجعت علشانك. انا بحبك يا نديم. انت بحبك. بحبك ايه؟ انا عشقتك. عارف يعني ايه عشقتك؟ يعني انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انتي من غيرك ممكن اموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك. انا حبيبتك. هي مش حبيبتك، عمرها ما حبتك، دي كذابه. انتي اختك عشان بتحبيني. انتي مش اختي، احنا اخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان ما تحبيني. كل الناس كانت بتحبها اكتر مني طول عمرنا، من احنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. انما انت مستهترة فاشلة. انا مش عارف اقول للناس ايه، اقدمك ليهم اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي الفاشلة حضرت حتى الثانوية العامة، خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية، كل ما تخش كلية تسقطي 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 لحد ما ينفذوكي، وفي الآخر جايبة لي ولد تافه صايع فاشل زيك، تقولي لي عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ أنا مش عايز أسمعك تاني نهائي. بس أنا من حقي أدافع عن وجهة نظري. وجهة نظر إيه؟ أنت فاكراني ما سألتش عنه؟ بقول لك تافه فاشل زيك. فاشل، أنا عايزة أطلق من حازم. طيب فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ أكيد. على أي حال أنا واثق فيكي جدا في طريقة تفكيرك وفي عقلك، وتأكد إن أي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبة 100%. لكن بس أنا ليا طلب واحد. إيه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لأني مش عايزها تتربى بعيد عن بيت أبوها زي ما أنت تربيتي بعيد عني.
لا طبعا اطمن من الموضوع ده. انا هتفق مع حازم على طريقه حضاريه في الانفصال. اوكي. ويا ريت ما تكونيش قلتي له اي حاجه عن اختك المستهتره دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ لا، ولد فاشل صايع شمام ابوه طرده من بيته وتقول لي هتجوزه يعني هتجوزه. طب كنت عملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معاه لكن في النهايه استاذ جامعه راجل محترم. راجل محترم بس انا مش مبسوطه معاه. دي حياتك وانت حره فيها وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي لحظه وهي لاشطر وهي الانجح. لامتى لامتى حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش؟ انا الخرسه وهي الشاطره، انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبتكش؟ كذبت عليك. هي ورا كل اللي حصل لك مع رشوة دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك وبعت على رقم تليفونك وبعديها مسج قلتلك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد، روح على العنوان ده ورسائلها مع وليد وكل مخططاته. صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني. نديم انا بحبك. انا ممكن اموت من غيرك. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. كان نفسك في ولد أو بنت يعودوك عن لوجي الله يرحمها. جاوب. أنا حامل. أنا حامل حبيبي. أنا حامل في ابننا. افرح. انت محرم علي. انت اخت مراتي. انت مش طبيعيه. انت مجنونه. مش كده. انا مش محرمه عليك. انا حبيبتك الحقيقيه. ابننا. واحنا التلاتة هنعيش هنا في البيت ده. وانا نفسي في السعادة دي يا نديم. ما تحرمنيش منها. أرجوك انسى اللي حصل. لا ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم. مطلوب القبض عليها.